الله الرحمن الرحيم. هذه التطورات الأخيرة جاءت بعد مجهود كبير من صاحب الجلالة نصره الله على مستوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا على مستوى رؤساء الدول الإفريقية ومجموعة من الشراكات مع الدول الإفريقية، وأيضا المجهود الدبلوماسي المغربية اللي استطاعوا أن يقنعوا مجموعة من الدول بفتح قنصليات في العيون والداخلة، وأيضا اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء والنية في فتح قنصلية في الداخلة. هذه أشياء مهمة، يعني هي حقيقة ترمز إلى اعتراف هذه الدول بالسيادة المغربية، بالسيادة المغربية على الأرض. الجزائر والبوليساريو كان فعلا نوع من الإحباط ونوع من الهلع نتيجة تأثير الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها إلى آخره. قضية الصحراء تناقش على مستوى الأمم المتحدة في إطار البند السادس، والبند السادس فيه مجموعة من التوافقات على مستوى مجلس الأمن حول ما يعرف بمخطط السلام الأممي. إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤثر في هذا المخطط وتغير اللغة اللي كان معتمد مجلس الأمن، اللي هي لغة التوافقات حول دور المينورسو، حول آفاق الحل إلى آخره، فسيكون لغة أخرى. هذا يتعلق بالأيام القادمة